مرحبا مجددا والى نشرة الاخبار من قناة 29 اكتوبر ونبداها بالعناوين. بعد 21 شهرا من المفاوضات، الاتحاد الاوروبي يجري تعديلات في ميثاق الهجرة واللجوء، وتصاعد القتال في سيفرودونيتسك وصعوبة في موقف الاوكران ما بين الاعتراف بالخسارة والصمود في بعض المناطق. قرار تركي بشأن سفر السوريين إلى بلادهم في إجازة عيد الأضحى، وتنديدات بعد تصاعد الموقف في فيينا أثناء موكب احتفال المثليين واستخدام الشرطة لرذاذ الفلفل، وفاة سيدة متأثرة بجراحها بعد هجوم مختل عقلي على كلية العلوم التطبيقية في هام. بعد 21 شهرا من المفاوضات، توصل وزراء داخلي دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي في لوكسمبورغ بشأن موضوع الهجرة واللجوء، والتي تعتبره الرئاسة الفرنسية إحدى الأولويات القصوى لمجلس الاتحاد الأوروبي. واعتمدت المفاوضات على سلسلة من المقترحات التشريعية وخرائط الطريق والتوصيات التي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في سبتمبر أيلول 2020. وقال جيرالد درامينين ووزير داخلية فرنسا: أعتقد أن ما حدث في بيلاروسيا وأوكرانيا مختلف تماما عما حدث في البحر الأبيض المتوسط، وعمل على خلق حساسية مختلفة. من الواضح الآن أن الجميع قلقون من قضايا الهجرة، وتتمثل أهم القرارات التي توصل إليها المجلس الأوروبي هي ضرورة حماية الحدود الأوروبية عن طريق توسع في عمل فرونتكس أو الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، وزيادة عدد العاملين بها إلى 10,000 موظف إضافي لحماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن بحلول عام 2027. وسيتم إلغاء حصص اللاجئين الإلزامية لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولكن التضامن يبقى إلزاميا بين ثلاث خيارات رئيسية، وهي استضافة نسبة من المهاجرين على أراضيهم والتكفل المالي لعودة اللاجئين المرفوضين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية للدولة التي يتدفق منها اللاجئين. ويذكر أن جان أسلبورن وزير الخارجية والشؤون الأوروبية قال: يجب أن نعلم أنه إذا تمكننا من الترحيب بملايين الأوكرانيين، فيمكننا أيضا رعاية الآلاف الذين ليسوا من أوكرانيا من الجنوب، ولكنهم يعانون الظروف ذاتها ولديهم لغة ودين آخر. إذا لم ننجح في ذلك، فلن تكون لدينا مصداقية في الاتحاد الأوروبي. قال حاكم منطقة ترونوبل عبر الإنترنت اليوم الأحد إن هجوما صاروخيا على مدينة شورت كيف بغرب أوكرانيا دمر جزئيا منشأة عسكرية وأصاب 22 شخصا. وقال فلوديمير تروش إن 4 صواريخ أصابت المدينة على بعد 75 كيلومترا جنوبي ترونوبل يوم السبت، حيث تم تدمير منشأة عسكرية ومرافق مدنية جزئيا، قائلا أنه تمت إصابة 22 شخصا من بينهم طفل يبلغ 12 عاما وتم نقلهم إلى المستشفى. وقد قال حاكم منطقة سيفرودونيتسك إن القتال مشتد في سيفرودونيتسك، وأوكرانيا لا تزال تسيطر على المنطقة الصناعية والمصنع الكيميائي في المدينة الشرقية، حيث يحتمي مئات المدنيين من القصف الروسي المستمر. جاء هذا بعد تصريحات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، حيث ذكر أن الجيش الأوكراني يحرر تدريجيا الأراضي الواقعة غربا في منطقة خيرسون، وحقق بعض النجاحات في زابوريجيا أيضا. ويذكر أن حاكم لوهانسك سيرهي غايداي اعترف بأن القوات الروسية استولت على معظم سيفرودونيتسك، لكنه قال إن مصنع آزوت لم يتم حصاره. وقال أيضا إن القصف الروسي أشعل حريقا كبيرا في المصنع بعد تسرب النفط. قال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو إنه على غرار عيد الفطر لن يتم السماح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى، كما أعلن سويلو خلال كلمة له في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة أنقرة أمس السبت عن تخفيض نسبة الأجانب الذين يسمح لهم بالإقامة في كل حي من 25% إلى 20% اعتبارا من 1 يوليو المقبل. شارك أكثر من 250 ألف شخص في حفل لمثليين الجنس من أجل حقوق وقبول المثليين والمثليات في فيينا يوم أمس السبت في منطقة شتيفانس بلاتس، حيث اندلعت مسيرات مغايرة من المنطقة ذاتها تخللها أعمال عنف. وقد دعا الأصوليون المسيحيون إلى المسيرة من أجل العائلة، والتي اجتذبت عددا معقولا من الناس، غير أن هذه المسيرة لاقت معارضة من قبل متظاهرين مناهضين، لذا حاولت الشرطة تأمين المسيرة بعشرات الضباط ودفع المتظاهرين المعارضين بعيدا.
فقد تصاعد الوضع واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين المضادين، حيث هاجموا بدورهم المسؤولين بزجاجات والمقذوفات. وقد أكدت الشرطة إصابة ضباط من صفوفها، هذا بالإضافة إلى تعرض الشرطة الآن لضغوط على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل اتخاذ موقف. ونظرا لأن المشاركين في التجمع لم يمتثلوا لطلب الشرطة المتكرر من أجل الامتثال لمنطقة الحماية، فقد تم صدهم، حيث تم استخدام رذاذ الفلفل خلال العملية. ويذكر أن المتحدثة باسم شرطة فيينا قالت على تويتر إن زميلة أصيبت بإلقاء زجاجة على رأسها، وقد تم توثيق الموقف حيث ورد فيه أن أي استخدام للأسلحة يخضع للمراجعة القانونية، وإذا تبين أنه استخدام غير قانوني سيخضع صاحبه للتحقيق والإجراءات تأديبية. كما تم النشر أنه سيتم توثيق الظروف التي أدت إلى استخدام رذاذ الفلفل مثل أي استخدام لسلاح الشرطة. وفي ألمانيا توفيت سيدة من إيسن اليوم تبلغ من العمر 30 عاما متأثرة بجراحها بعد هجوم عليها بواسطة سكين من قبل رجل في كلية هام للعلوم التطبيقية، وذلك بعد هجوم شنه الرجل على عدة أشخاص في الكلية. ووفقا للمدعي العام كان الجاني عائدا من عيادة الطب النفسي وأنه كان يشعر بالاضطهاد. وقد قال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في دورتموند هينر كروس أنه الجاني يعاني من مشاكل في الصحة العقلية منذ مدة طويلة، وتم إيداعه الآن في مستشفى الأمراض النفسية. وأضاف أن الرجل الذي يبلغ 34 عاما من العمر لم يغادر قسم الطب النفسي في المستشفى إلا يوم الجمعة وهو يوم الحادث، وذلك بناء على طلبه الخاص، حيث كانت هناك محاولة انتحار وكان المشتبه به يخضع للعلاج النفسي لفترة طويلة. وأثناء تفتيش غرفته تم اكتشاف العديد من المؤثرات العقلية. إلى نهاية النشرة لهذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.